أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي 3 حشوات متنوعة للسمبوسة. يلا مع بعض نبدأ. نجي الآن لحشوة الأجبان، عبارة عن قشقوان وعكاوي وحلوم، والإضافة اللذيذة واللي بتعطيها لذعة الجبن المثلث، مع رشة زعتر حلوة وزيتون أخضر، لازم يكون أخضر مفروم ناعم. الحشوة الثالثة تبي تكون هي حشوة الأجبان، تبي تكون بعجينة المطبق، بلفها. فككت مجموعة عشان أسرع لي، خلوني أوريكم إياها قبل ما أبدأ ألفها. شوفوا، أحشيها بالطريقة اللي أنت تشوفين إنها مناسبة لك. أنا راح أسويها على شكل مربعات بهالشكل أو مستطيلات بهالشكل. أكثر شيء متحمسة إني أجربه معكم عجينة المطبق اللي بالأجبان، حارة. وصلتكم ولا ما وصلت؟ شوفوا اللي بالفرن، ملاحظين بس النفخة؟ شوفوا النفخة تبارك الرحمن، واو. وصلكم الطعم؟ وصلتكم الريحة؟ شيء شيء شيء.